السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا تقدموا إخواني قليلا إلى الأمام. بارك الله فيكم وجزاكم الله. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين المتقين بمشاهدة حكم شرعه وبديع صنعه منة منه وفضلا، وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى بما أنزل على رسوله أقواما وزاد بعضهم به طغيانا وكفرا، فكانوا أضيق الناس صدرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرفع الناس ذكرا وأشرحهم صدرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، لا يكاد يمر على الواحد منا اليوم إلا وهو يسمع من بعض الناس كلمة بل كلمات توحي بالملل والسآمة وتشعر بالهم والغم من عيشته وحياته. نسمع هذه العبارات في عصر الحواسيب والطائرات ووسائل الراحة التي لا يأتي عليها الحصر. عجيب هذا أيها الأحبة، وأعجب منه أن مع ظهور هذه الوسائل وازديادها ظهر في مقابلها مستشفيات الأمراض النفسية، وازداد القلق عند أناس كثيرين، حتى إن بعض المفكرين أيها الأحبة
سمى عصرنا هذا عصر القلق، عصر القلق. فيا سبحان الله، أليست هذه الأشياء كفيلة بإيجاد الراحة وانشراح الصدر للناس؟ وجوابا على هذا التساؤل أيها الأحبة نقول لا، ما دام الإنسان معرضا عن أمر ربه وبحسب إعراضه يكون ضيقه وحرج صدره. وإليكم البرهان أيها الأحبة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم باتفاق المسلمين، وكان أعظم الناس سعادة وأشرحهم صدرا، مع أنه كان يمر الهلال والهلال والهلال، أي شهران أو ثلاثة أيها الأحبة، وما عنده وما يوقد في بيته نار. هذا كناية على أي شيء أيها الأحبة؟ كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة، وما يطبخ في بيته طبخة واحدة، لا لحم ولا أرز ولا أي شيء. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كنتم تعيشون، قالت كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء. مع كل هذا ضيق ذات اليد، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله من أسعد الناس. هذه البيوت بيوت من أيها الأحبة؟ إنها بيوت خير مخلوق على وجه الأرض، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بل ورد عنه أنه كان يظل يومه يلتوي أيها الأحبة من الجوع، ما يجد دقلا يملأ به بطنه، والدقل هو التمر الرديء، حتى التمر الرديء ما كان يجده صلى الله عليه وسلم. ومات بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ومات عليه الصلاة والسلام ودوابه التي يركبها حمار أو بعير، مات ولم يركب سيارة فارهة ولا طيارة، ولم يملك أرصدة فلكية في البنوك أيها الأحبة. مات ولم يسكن قصرا منيفا، بل لم يعش عشر ما نعيشه اليوم من رفاهية وراحة. ومن المقطوع به عند كل المسلمين أنه حصل له من انشراح الصدر وطيب العيش ما لم يحصل لمن ملكوا أعظم العقارات وركبوا أفخم السيارات وسكنوا أوسع وأجمل القصور. فلماذا أيها الأحبة؟ الجواب سهل ويسير، إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الذي لا انشراح للصدر ولا سعادة للإنسان إلا إذا تواصل هذا العبد مع ربه. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل الحياة الطيبة فقط تتعلق بالأموال، بالعقارات والسيارات والمناصب؟ لا أيها الأحبة، الحياة الطيبة في انشراح الصدر. أحيانا يكون إنسان فقير ضعيف ما عنده شيء، ولكنه مؤمن بالله العظيم سبحانه وتعالى، فتجد في قلبه انشراحا وسعادة وفرحا لا تجدها عند الملوك. ومصداق هذا القول أحد الصالحين قال: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. فأحد الملوك أرسل إليه قال: وما هو الشيء الذي أنتم عليه؟ قال: راحة القلب من ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. راحة القلب تأتي عندما يكون الإنسان متعلقا بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذا كان الأمر كذلك فحق على الناصح لنفسه أن يبحث عن الأسباب الحقيقية لشرح الصدر، وهي بحمد الله كثيرة يلحظها من له أدنى تأمل في الكتاب والسنة. ومن أعظمها أيها الأحبة توحيد الله سبحانه وتعالى، فبحسب كمال توحيد العبد وقوته وزيادته يكون انشراح صدره. عندما يتيقن الإنسان المؤمن أن هذا الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أن الأمة كلها، كل العالم لو اجتمع على أن ينفعوه بشيء لن يستطيع أحد أن ينفعه بشيء إلا ما كان قد كتبه الله عليه. لا أحد يستطيع أن ينفعك ولا أن يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلم أيضا أن الضر
لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما يتعلق هذا القلب بقضاء الله وقدره والتسليم لله سبحانه وتعالى، عندها ستجد هذا الإنسان مطمئن الصدر، مرتاح البال، يعيش حياة هانئة، لا يندم على ماضيه إلا إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى فيندم ندم توبة. ولكن لو أن هذا الإنسان خسر تجارة أو خسر مالا أو ذهبت فرصة، لا يندم عليها، لأنه يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لا يصاب بالهم والحزن من هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء كلها بيد الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الإمام النووي رحمه الله قال: المؤمن القوي في دينه وإيمانه، في توحيده، في تعلقه بربه سبحانه وتعالى، هذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولكن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الضعيف هكذا، قال: وفي كل خير. إذن الإنسان كلما قوى إيمانه وعلاقته بربه سبحانه وتعالى وتيقن أن كل شيء بهذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان سيعيش مرتاح البال. قال: وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، الشيء الذي ينفعك احرص عليه، لا تنظر إلى الماضي، ذهب الذي ذهب ذهب، فلا تحزن. بعض الناس يعني يحبسون أنفسهم في ذكريات الماضي، يموتون هماً وغماً في ذكريات الماضي. الإنسان المؤمن لا ينظر إلى الماضي بل ينظر إلى المستقبل، كما يقول النبي: احرص على ما ينفعك، والذي ينفعك في الماضي أو في المستقبل. الذي في الماضي ذهب وانتهى، أما الذي في المستقبل احرص على الخير فيه، احرص على العمل الصالح فيه، احرص على طاعة الله سبحانه وتعالى فيه. قال: وإن أصابك شيء، ماذا قال؟ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا. لا تندم، ذهبت صفقة، ذهبت تجارة، ذهب مال، خسرت بيتا، لا تندم، لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان، الإنسان كلما ذهبت منه صفقة أو خسر شيئا، لو فعلت لكان كذا، لو فعلت لكان كذا، سيأتيه الشيطان حتى يجعله يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، يعترض على ربه سبحانه وتعالى. إخواني في الأعلى، يوجد مكان في الأعلى. توحيد الله أيها الأحبة والإيمان به وبصفاته والتمسك بهذا، تأمل الفرق بين من قال الله عنه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الذي يشرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وبين قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية أيها الأحبة فيها إعجاز علمي. الإعجاز العلمي الذي يوجد في هذه الآية أن النبي عندما قرأ هذه الآية من عند ربه سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، معروف الآن أن كلما ارتفعنا في السماء نقص الأكسجين، فمن أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصعد إلى أماكن مرتفعة ينقص الأكسجين عنده فيحصل ضيق للصدر؟ ما كان يوجد وسائل علمية، فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل شأنه: أومن كان ميتا فأحييناه. بأي شيء أحييناه؟ بالإسلام، بنور الإيمان في قلبه. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا المؤمن، أو فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هل الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويوحده ويعظمه كمن يعيش حياة هملا لا يفكر في مصيره ولا يفكر لماذا أتيت إلى هذه الدنيا؟ لا يفكر ما المطلوب مني في هذه الدنيا؟ لا أريد أن أفكر أصلاً. لو سألت الآن كثير من الناس الذين لا يؤمنون بإله، أقول له: ألا تفكر كيف وجدت في هذه الدنيا؟ أقول لك: لا أريد أن أفكر. طيب لماذا أنت موجود؟ لا أريد أن أفكر. طيب ماذا بعد الموت؟ لا أريد أن أفكر، فقط أريد أن أعيش في هذه الدنيا. ف
فهذا الذي جعل الله له نورا سبحانه وتعالى يمشي به في الناس، ما هو النور؟ الرسالة النبوية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى بيّنت للمؤمنين الحق وأبعدتهم عن الباطل أيها الأحبة. ومن أعظم ما يعين على تحقيق المراتب العالية من هذا التوحيد هو السبب الثاني من أسباب شرح الصدر، وهو العلم أيها الأحبة. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي مدح الله سبحانه وتعالى أهله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أهله، ولكن بشرط أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يخافوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء فاعل والله مفعول به، إذن العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقرؤون إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله لا يخشى أحدا، الله الناس كل المخلوقات يخافون من الله ويعظمون الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أحد أن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، كثير من الناس يقرؤونها إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا إذا قصده الإنسان يخرج من الإسلام والعياذ بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا دعا الإنسان إلى الله أيها الأحبة وصبر والتزم بدين الله سبحانه وتعالى وتمسك بهذا العلم، يعني الذي يقرأ في كل يوم شيئا من القرآن ويقرأ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد فترة يقرأ شيئا من قصص الأنبياء، هذا الإنسان إذا كان صادقا سيمتلئ قلبه نورا وإيمانا وتمسكا بهذا الإسلام، على العكس سيكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يعني يقضي وقته هملا فقط، عمل بيت نزهة، وخصوصا هنا كيف سيكون قلبه؟ سيخسو قلبه أيها الأحبة من شدة بعده مجالس العلم، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن تلين القلب. أحيانا الإنسان يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تتغير كل حياته. أحد الإخوة قال ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله كان بيني وبين أحد إخواني شحناء، قال عندما سمعت هذا الحديث، قال من 10 سنوات ما تكلمت معه، ولكن عندما سمعت هذا الحديث ذهبت وتواصلت مع أخي وأصلحت ما بيني وبين أخي. حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي لا يأتي ولا يحضر ولا يستمع، ما الذي سيحصل معه؟ سيفسو قلبه. ابن تيمية أيها الأحبة رحمه الله سجن، كان من كبار العلماء والفقهاء والمحدثين، كان رجلا في العلم كبيرا. حينما سجن فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يقول ما يصنع أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه بالقلعة لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كفيتهم الذي فعلوه من الخير معي. لأنه عندما جلس هذا العالم، يعني هذه أمور ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا العالم من شدة تبحره في قراءة العلم القرآن، تفسير القرآن، فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السنة المطهرة، فهم العلوم، صار يرد على الزنادقة وأهل الضلال، صار عنده حجج قوية. فهذا الإنسان عندما يجلس في هذا، صحيح سجنوه ولكن كان يشعر بهذا السجن أنه في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، تبعده عن القيل والقال، تبعده عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فصار يذكر الله ويشتغل بذكر الله والعلم والتعليم، حتى قال تلميذه ابن القيم رحمه الله قال كان هو مسجونا وكنا خارج السجن، فكان عندما يصيبنا الهم والغم نذهب إليه فيطيب قلوبنا ويطيب خواطرنا، قال فتنشرح صدورنا من شدة ما نراه منه من انشراح الصدر. لماذا؟ لأنه متعلق بربه سبحانه وتعالى، خلاص الإنسان انتهى كل شيء، كل شيء بيد الله بهذا الكون، فعلى أي شيء أحزن؟
على أي شيء أبكي؟ ذهب شيء من المال؟ الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى لو أن إنسان فقد ولده، يقول الله سبحانه وتعالى: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فيقول: ماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه، ولكن هذا ليعلمنا سبحانه وتعالى. فقالوا: حمدك واسترجع. يعني قال: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت اسمه بيت الحمد. عندما يتيقن الإنسان المؤمن على هذا الحديث ويكثر من هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم ويتمركز هذا الشيء في قلبه، مهما حصل لو ابتلي فإنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه إلا لحكمة. هذه الحكمة من أعظمها أنه إذا صبر على بلاء الله سبحانه وتعالى رفعه الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين. هذا البلاء الآن الذي يحصل في بلادنا يوجد فيه حكم أيها الأحبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الآن كثير من الإخوة الذين خرجوا من بلادهم نفعوا كثيرا من الناس ونفعوا دولا، والله العظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خرج من سوريا الآن علماء بالمئات، علماء في الشريعة. أنا كنت في بلد إسلامي في تركيا، كنت عندما أرى كثير من العلماء والمشايخ والذين يدرسون في الجامعات يعتقدون أشياء كثيرا خاطئة عن القرآن. في كلية الإلهيات في تلك البلد كانوا يدرسون أن القرآن تاريخي. ما معنى تاريخي؟ أنه له تاريخ معين ووقت معين، يعني هو نزل على أهل مكة في زمان معين وعلى قرية معينة على بلدة معينة، فكانوا يعتقدون هذا الشيء. فمنعوا الحجاب في الجامعات، كانوا يبيحون المساكنة والزنا. ولكن عندما جاء العلماء من سوريا ومن غيرها طبعا، عندما جاء صححوا كثيرا من هذه الأشياء وانتفع كثير من طلاب العلم في تلك البلاد. فهذا الأمر ربما يكون فيه خير، ربما مع الأيام يكون فيه خير، نحن لا نفهمه الآن. ربما تكون ضريبة لبداية مرحلة جديدة الله سبحانه وتعالى ينزل الفرج على المسلمين. فإذا تيقن هذا الإنسان أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى لن يحزن على شيء فاته، بل سيفرح بقضاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، من أسباب شرح الصدر نفع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عندما تبذل من وقتك، تبذل من جهدك، تبذل من علمك لتنفع إخوانك ولتنفع الناس. امرأة دخلت الجنة في كلب سقته، نزلت إلى البئر لتشرب، ثم خرجت فوجدت كلبا يلهث، فحزنت عليه. قال: فملأت حذاءها ماء ثم ذهبت لتسقيه وسقته. قال: فشكر الله لها صنيعها فأدخلها الجنة. كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، فكيف بالذي يحسن للمسلمين حتى للناس أجمعين؟ أيها الأحبة، في كثير من البلاد كما قلنا انتشر الإسلام عن طريق التجارة. قرأت اليوم عن الفلبين، قال: التجار المسلمون هم سبب دخول الناس في الإسلام أفواجا أفواجا في الفلبين. فيها 13 الآن مليون مسلم، كان في يعني تقريبا قبل 300 أو 400 سنة كانت البلد أكثرها من المسلمين، مع أنهم البلد قبل الإسلام كانوا وثنيين، ولكن بسبب تجار المسلمين ونفع التجار المسلمين لهؤلاء الناس ونصحهم لهم، ما كانوا يغشونهم ولا يخدعونهم، ما كان عندهم فقط المال، لا، عندنا رسالة نريد أن يعني نبلغها للناس، فلا نخدعهم ولا نغشهم ولا نؤذيهم. فكان الناس يعني يدخلون في الإسلام بسبب صدق تجار المسلمين، وليس بالسيف وليس بالحرب وليس بأي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من الراحمين. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد،
أيها الأحبة، إن الله جل جلاله أمرنا بأمر عظيم بدأ به بنفسه وسنى بملائكة قدسه وسلس بكم معاشر المؤمنين، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب للدعوات. اللهم فرج هم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نفس قلوبهم، اقض حوائجهم بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين، تفضلا منك وتكرما يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين من البلاء والوباء والغلاء ومكر وتسلط الأعداء ما لا يكشفه أحد غيره. يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الطول والإنعام، فرج همنا ونفس كروبنا أجمعين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة المحمدية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الفجور والعصيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين آوي المهجرين في كل مكان، اللهم آوي المهجرين في كل مكان، وأكرمهم بكل خير يا رب العالمين، وردهم إلى بلادهم وإلى بيوتهم سالمين غانمين، تفضلا منك وتكرما، وخذ أعداءهم يا ملك الملوك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إخواني، يوم السبت، كل يوم سبت بين المغرب والعشاء عندنا درس في رياض الصالحين، فمن أحب أن يأتي فإننا نتشرف بكم وبحضوركم، بارك الله فيكم. إخواني، املأوا الصف الأخير. كثير منا أيها الأحبة سمع بهذه الحادثة التي حصلت في هذه البلدة هاناو، هذا الرجل الذي قتل أمه ثم بعد ذلك ذهب إلى المقهى وقتل الناس، وأكثر من هؤلاء الناس من الأتراك والأخلاق، ربما فيهم عرب حتى سمعت أن فيهم أمازيغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونتقدم بالتعازي لأهلهم، ونسأل الله يعني أن يهدي الناس أجمعين. هذا الإجرام وهذا الإرهاب لا دين له. نحن نعترض على كل إنسان يؤذي الأبرياء، كل إنسان، سواء كان يقول لا إله إلا الله ويتسمى باسم المسلمين أو كان غير مسلم. نحن نقف في وجوههم، نحن نريد أن نتعايش مع الجميع بخير وسلام وأمان. امرأة دخلت النار بسبب هرة آذتها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فبسبب هرة دخلت النار، فكيف بالذي يؤذي الناس؟ لا يجوز لأحد أن يؤذي أحد، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كل شيء أخي تمام؟ نصلي؟ الله
فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت إلا ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Thank you.